نتعرف على شهادة الدكتور أبو بكر طنطاوي أستاذ المحاصيل في كلية الزراعة جامعة المنيا عن زراعة القطن بنظام الشتلات. ولما يتكلم الدكتور أبو بكر طنطاوي لازم نركز معاه وبشدة. تجربة زي اللي احنا طبقناها النهاردة وفرحة الناس بيها والمزارعين اللي كل واحد بيلم القطن جواه وفرحان وبيجري عشان يوريه الناس، مردودها ايه على زراعة القطن في مصر؟ القطن شجرة أو شجيرة مفيدة من أول البذرة لغاية أي جزء في القطن. النهاردة الزملاء في معهد بحوث القطن أو في بيشتغلوا درافت على تكنولوجيا الاستفادة من بقايا حطب القطن. القطن النهاردة لازم يدخل في المنظومة الزراعية لسبب غير السبب الإنتاجي، وهو سبب تحسين التربة. القطن من المحاصيل اللي بتحسن خواص التربة الطبيعية، لأن معروف أن المجموع الجذري بتاع القطن مجموع جذري وتدي قوي صحيح. متعمق في الأرض، الفلاح بيقول عليه بيفتح مسام التربة، بتحسن التهوية في الأرض، بتحسن المايكرو أورجانيزم بتاع التربة اللي هي الكائنات الدقيقة اللي بتعيش معاها في التربة، بتحسن خواصها عن طريق زراعة القطن ده. وعلى فكرة معلومة لحضرتك، الشتل في محاصيل الحقل ما هوش مقتصر على القطن بس، احنا مشغلينه السنة دي في 5 محاصيل رئيسية، والشتل بصفة عامة كنا شغالانيه من وجهة نظر توفير فترة من عمر المحصول نوديها لعمر المشتل، والفترة دي بتعمل لي توفير في حاجات كتيرة. ايه المحاصيل 5 دكتور؟ القصب، القصب والقطن والقمح والذرة الشامية والبنجر. دول 5 محاصيل احنا بنشتغل عليهم. اه ليه؟ ايه الهدف؟ احنا بنشتري الرز. طب ايه الهدف ان احنا نشتري القمح؟ بنشتري القمح ليه؟ هنوفر وقت مثلا، هنوفر وقت وميه ومقاومة حشايش وميه وتقاوي واسمده، وهنزود المحصول من 25 ل 30%. ايه العظمه دي في شتل القمح؟ هو الشتل ده متعرف عليه في العالم؟ يعني الزراعه في العالم بيسبقها الشتل، ولا ده اختراع مصري عشان نوفر حاجات معينه في الزراعه؟ هو في دول بتستخدم القطن القصب كشتل، في البرازيل وفي الهند بيستخدم، في دول بتستخدم الشتل كطريقه من طرق الزراعه على مستوى الاسكيل الضيق، انما هو كمشروع كبير في العالم احنا نعتبر رواد فيه. لابد في حاجه اسمها مكانه الشتل، لابد ان يبقى عندي شتلات للقمح، لابد ان يبقى عندي شتلات للقطن، لابد ان يبقى عندي تنزل بالشتل هتغرزها في الارض واللي بعدها واللي بعدها. كانت الشتل دي حاجه مهمه جدا، الشتل ليه باترنز معين، ليه نظام زراعي معين، ليه خطه زراعيه بيحسن او يغير حاجه اسمها هندسه الكساء الخضري. هندسه الكساء الخضري في توزيع المحاصيل او توزيع النباتات في المساحه المزرعه هيختلف شكلا وموضوعا عما نحن فيه. قسم